يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا مؤذن في مسجد وأريد أن أحضر هذا الدرس بعد المغرب في 3 أيام من الأسبوع، فأقوم بالأذان والصلاة مع الجماعة، ثم بعد ذلك أحضر إلى هنا وأوكل في أذان صلاة العشاء، أوكل غيري، فهل لي ذلك؟ لا مانع إذا وكلت من يقوم بالأذان على الوجه المطلوب، فلا مانع من ذلك، لأنه حصل المقصود والحمد لله. نعم.